la machine ديالنا دو ا جوسكا زد tout ce qui est conception soit la métallurgie soit la partie numérique de la machine soit la partie automatique de la machine couche la conception ah ouais. c'est la technologie de pointe de traitement d'image on est aligné avec les grands modèles au monde d'abord les kinif la Hollande les kinif la France quand tu as une machine اللي كتشريها بواحد 100000 دولار ملي كتجي فريمون كدير ليها ليتود كتلقاها طالعه بواحد 100000 درهم اش كيبيعوا كيبيعوا لو سافوار فير علاش حنا ما نصيبوهاش نبيعها ب 200000 درهم سي بوسيبل العقل الذكي اللي فيها يقدر ياخذ اكثر من 200 قرار في الثانيه اللي كيخول لنا اننا تعطينا في آن واحد اكثر من 20 منتوج في نفس الماكينه حيت هذه الاله عندها 20 صورتي ولا كيطلب واحد النوع ديال اللون واحد النوع ديال الدياميتر بهذه الكاميرا ديالنا قادر اننا نعينوا ونختاروا القطر ديال الفروي ديالنا واللون ديالو يعني اش من مرحله من النضج ديالو وصل واش باقي خضر واش احمر هادشي كامل كنقدروا نترطيو بكادونس وبطونج اكثر من 6 طن في الساعه نا اون ا بيان تيستي اون ا تيستي هاد لا ماشين في المده الاخيره الى دوني دو تري بون ريزولتا وهي هاد لا ماشين اي ريبون المعايير الدوليه من ناحيه الجوده من ناحيه لا بيرفورمانس من ناحيه لا تكنولوجي كذلك اي ريبون لواحد العدد ديال المعايير ديال ليجيان ديال لا سيكوريتي اليمونتير كتخول لنا حنايا اننا نصدروا واحد المنتوج عالي الجوده الى مختلف الاسواق ديالنا الخارجيه